اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. كثير من المؤسسات وخاصه المؤسسات المهتمه بالهجره والمؤسسات الانسانيه وحتى المؤسسات العلميه تهتم بمتابعه احصائيات عن هجره العقول والكفاءات من كل البلدان. قبل ايام نشر يعني جدول بترتيب الدول العربية على مؤشر هجرة العقول في الأعوام من 2006 لغاية 2021. الحقيقة عندما ترى هذا المؤشر فيه كل الدول العربية، تلاحظ في هذا المؤشر منذ عام 2006، هو يبدأ في 2006، لم يبدأ في 2003 مثل يعني من بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، لكن يبدأ في 2006. عندما تلاحظ هذا المؤشر من عام 2006 لغاية عام 2013، يعني 7 سنوات، المؤشر البداية 7 سنوات الأولى من عام 2006 لغاية عام 2013، العراق حاصل على المرتبة الأولى، يتسيد كل الدول العربية في عدد الكفاءات والعقول التي هجرت منه وهاجرت منه. طبعا العراق من عام 2003 من احتلاله لغاية الآن، وفي بداية الاحتلال، نتحدث عن بداية الاحتلال، مباشرة دخلت يعني ميليشيات وكانت بدر يعني رأس الحربة فيها لتتقصد الكفاءات من العلماء، من أساتذة الجامعات، من الطيارين، من المهندسين، من الأطباء، من الكفاءات، من المثقفين، من كل الخبرات بالقتل والاختطاف والتعذيب والتغييب، وبالتالي يعني أعداد بالمئات من أساتذة الجامعات قتلوا في الشوارع ورميت جثثهم في الشوارع، والكثير من الأطباء أيضا، مئات الأطباء والمهندسين والخبرات وكل الكفاءات الفنية، وبدأت هجرة العراقيين بشكل واسع جدا جدا، وأكثر من 80% إلى 85% أكثر من هذا العدد من كفاءة العراق لم يقتل أو يغيب، هاجر من العراق، ترك العراق. فبالتالي أنت تلاحظ الإحصائيات لغاية عام 2013، 7 سنوات كاملة من عام 2006 لغاية 13، يعني بعد 10 سنوات من الاحتلال، العراق يتسيد قائمة البلدان الأكثر، بلدان العربية الأكثر هجرة من كفاءات وعقوله، وهذه كارثة كبيرة. بلد عندما يكون طارد لكفاءاته والعقول الكبيرة فيه، هذا مو بلد، وهذا واقع الحال. ويظهر من هذا عندما تشاهد هذا الترتيب، تشاهد هذا الجدول، تشعر بالأسى، تشعر بالضيق، ربما تبكي، يعني تبكي دما على هذه الكفاءات، هذا البلد العظيم، هذا البلد الكبير الجميل العراق، اللي يجي نظام بي يطرد كفاءاته، يطرد كل خبراته، كل العقول اللي بي يطردها خارج العراق، يضايقها بالقتل والتهديد والتغييب والاعتقال، فيهربون إلى الخارج. تستفيد من عندهم الدول كثيرة، آلاف، عشرات الآلاف من خريجي، يعني من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والأطباء والمهندسين. يكفي أن أقول لكم أنه 6000 طبيب فقط في بريطانيا، فقط من خيرة أطباء العراقيين، يعني بعد 2003 وزاد عددهم، وصل عددهم إلى 6000 طبيب في، وفي بلاد عربية كثيرة وفي بلاد أجنبية، لم يبقى مكان في العالم إلا وذهبت إليه الكفاءات والعقول العراقية واستفادت منه هذه الدول. والآن عندما تجري بحث أو تجري، ستجد الكثير من الأسماء العراقية في أحسن المراكز، في أحسن مراكز البحوث، في أحسن المستشفيات، في أحسن الجامعات، يدرسون وخبرات عالية جدا. العراق صرف عليهم زمن، صرف عليهم أموال،
وهم تعبوا من أجل العراق لا علماء وخبراء وعقول كبيرة هجروا. إذن هذا البلد عندما تنظر إليه، هذا النظام الذي جاء للعراق بعد 2003 لا يريد أن يبني العراق، يريد أن يدمر العراق، لأن الناس أي نظام اللي لا يستعين بكفاءاته وبالعقول اللي بي ويهجرها، هذا يريد أن يبني تجربة للخراب، لا يريد أن يبني تجربة للبناء. هذا واقع الحال. وبالتالي عندما تنظر إلى المؤشر ترى أن المؤشر بعد 2013 تصعد دولة يعني أعلى من العراق، ويصبح العراق ربما بالمرتبة الرابعة أو الخامسة لغاية 2021. لكن هذا لا يعني أن العراق تراجع في تهجير الكفاءات والعقول، لا، هذا لأن غالبية العقول والكفاءات التي كانت في العراق هجرت، فأعدادهم قلت بسبب تهجيرهم، بسبب خروجهم من العراق. أنت عندما الآن يعملون استبيان بسيط للشباب، والعام عملوا السنة الماضية عملوا استبيان بسيط للشباب، يعني ما هي أمنيته؟ الكل يكتب، وغالبيتهم الغالبية 99% منهم من خريج الكليات يقول أنه أمنيتي أن أخرج خارج العراق وأجد لي وطنا. هذا واقع الحال. فبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة، الكفاءات، المهنيين، المثقفين غادروا العراق، هذا أثروا على الوضع الاقتصادي، الوضع الثقافي، الوضع الاجتماعي، هذا كله تمزق، هذا كله محسوب عندما تخرج تفضل يعني تصفر البلد من كفاءاته وعقوله وقدراته. أنت تصفي المجتمع، تمزق المجتمع، تمزق وضع الاقتصادي، وضع السياسي، وضع العلمي. لذلك جامعاتنا في أسوأ حالات، مدارسنا في أسوأ حالات، التعليم عندنا خارج جداول التقييم، مستشفياتنا أسوأ مستشفيات، الطبابة عندنا أسوأ طبابة. هذا كله بسبب عدم وجود الكفاءات، مطاردتها، يقتلوهم ويذبحوهم ويهجروهم. يعني هذه قضية الحقيقة، عندما ترى هذا المؤشر تجد فيها يعني حالة تؤكد لك لماذا جاء الاحتلال للعراق، وما هي غايات الاحتلال من العراق للعراق، يعني ما هي غايات أمريكا وإيران في احتلال العراق. هذه جزء من تدمير العراق، جزء مهم من تدمير العراق أن تخرج عقوله. وبالتالي العراق فاضي من العقول والكفاءات، رغم أن رحم العراق ولود، ويأتي بعقول كبيرة. وأقرأ التاريخ القديم والحديث، ستجدون والحديث ستجدون الكثير من الكفاءات، لكن البلدان تستفيد من عدها والعراق لا يستفيد من عدها، لأن نظام طارد لهذه الكفاءات. ولنذكر مرة أخرى، هذا ليس له علاقة بنظام وشكل نظام، لا، في عام 1991 ضربت أمريكا كل مرافق الحياة في العراق، الجسور ومحطات الكهرباء ومحطات المياه ومحطات المياه الثقيلة، وكل شيء ضربته، قصف لمدة 40 يوم، أكثر من 40 يوم قصف، يعني لم يشهد منه مثله العالم إلا بالحرب العالمية الثانية ربما. لكن بظرف أيام أعادت هذه العقول والكفاءات العراقية، أعادت كل شيء للحياة، أعادت الكهرباء، أعادت الجسور، وأعادت الطرق، وأعادت الحياة كلها. هذه تأثير الكفاءات، هذه تأثير القدرات العراقية. لذلك فجروها لكي لا يعيدوا بناء العراق مرة أخرى، ولكي يبقى العراق ضعيفا منكوبا تتسيد عليه وتتغول عليه إيران وغير إيران والميليشيات والضعفاء وأصحاب الشهادات المزورة ومجموعة الأميين والذين يريدون العراق الخراب. هذا واقع الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.